بهذه المناسبة يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف من أبو ظبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع. بعد التحية أستاذ عبد الله، وبداية كل عام وأنتم بخير قيادة وحكومة وشعبا. طبعا كما تعلم بأن مواقف دولة الإمارات ومملكة البحرين ثابتة ومتطابقة تجاه الملفات الإقليمية والدولية، هل تحدثنا أكثر بخصوص ذلك؟ حقيقة بداية أنتهز هذه الفرصة وأرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان حفظه الله رئيس الدولة، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد حفظه الله ولي عهد أبو ظبي نائب القائد على القوات المسلحة، وأعضاء حكام دولة الإمارات العربية المتحدة وشعب دولة الإمارات، وأيضا يعني شكرا لإخواننا وأشقائنا في المملكة العربية البحرينية قيادة وشعبا بمشاركتهم هذه الفرحة والفرحة العربية نحن نصفها، وتزيدنا قلوبنا سعادة بمشاركتكم ومشاركة جميع الدول العربية والأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي. حقيقة تاريخ مشرف منذ ما قبل الاتحاد في عام 1971 بعلاقات ثنائية استثنائية ما بين المملكة البحرين الشقيقة ودولة الإمارات المتحدة على مستوى القيادة وعلى مستوى الشعب، وهذه العلاقة نراها تجني ثمارها بعد هذه عشرات السنين وتأتي بحصاد يشار إليه بالبنان في العلاقات الثنائية ما بين البلدين والتعاون الثنائي في مجالات متعددة على الصعيد العسكري وهو الجانب الأبرز والصعيد السياسي والاقتصادي. نحن نرى أن هناك تبادل تجاري أيضا ما بين دولة الإمارات ومملكة البحرين الشقيقة، وتوافق في القضايا الاستراتيجية في المنطقة العربية وخارج المنطقة العربية إن كانت هناك بعض المشاركات الإقليمية. نحن نرى في السياسة والرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة في مملكة البحرين توافق كامل في الأجندة السياسية لما تراه وتقوم به السياسة الخارجية لدولة الإمارات العربية المتحدة. نعم سيد عبد الله، تحدثنا عن جانب ولكن نتحدث عن جانب مشرق أيضا في العلاقات البحرينية الإماراتية، كيف تصف لنا حجم الارتباط الاجتماعي اليوم بين مواطني الإمارات ومملكة البحرين وروابط الأخوة وأيضا المصاهرة التي تجمعهم؟ أقف عند النقطة الأخيرة. حقيقة المصاهرة التي تجمعنا نحن كشعب دولة الإمارات وإخواننا وأشقائنا على المستوى حتى العائلة الحاكمة في مملكة البحرين الشقيقة، هناك تقارب ومصاهرة على مستوى، وأيضا هذا ما يجعل ترابط الشعبين في تقاربهم لتشابه الثقافات والمحيط الجغرافي والعادات والتقاليد التي تجمعنا، والمصير الواحد الذي يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين الشقيقة. حقيقة أعيد وأؤكد بأن التاريخ المشرق والمشرف للعلاقات الثنائية بين الدولتين يشار إليه بالبنان، على المستوى السياسي وعلى جميع الأصعدة التي نحن نراها اليوم ما بين مملكة البحرين الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة. ونحن يعني نرى فرحتنا تكتمل بمشاركة إخواننا وأشقائنا في الدول العربية والخليجية وخصوصا في مملكة البحرين الشقيقة. نعم، من أبوظبي الإعلامي والمحلل السياسي عبد الله المطوع، شكرا جزيلا لك.